كبرتي لهي الدرجة؟ مع أنه منعناكي من الطلعة هربتي من البيت؟ بس أنا بابا طلبت إذن. إيه طلبتي ونحن ما عطيناكي، ورغم هيك هربتي. أنا بوثق فيكي أكثر ما بوثق بنفسي. أنا كنت مقتنع كتير لو انقلبت الدنيا فوقاني تحتاني بنتي سالوني ما بتحطني بموقف يصغرني قدام العالم، بس فجأة هيك خنتي ثقتي فيكي، خليتيني اخجل وخبي وشي من العالم. عم تسمعي حكي؟ عم تسمعي؟ حاجتك حكي بقى، عطيني التليفون لهون. اسمعي سالوني، إذا لساتو بقيان عندك ذرة من الخجل والإحساس، ما بتفكري ترجعي بنوب على هذا البيت مرة تانية، لأنه أنت بالنسبة لإلنا متي وخلص. أختي قديش أنت عظيمة؟ ما كنت بعرف أنك بتعتبريني مثل العالم. شو؟ معقول يصير معك هيك قصة وما تخبريني؟ اتصلت كنت بدي أحكي معك بموضوع، عندي عريس للشبرا بيخليها تعيش أحلى عيشة، بقوم بتفاجأ بالخبر، وبعدين شبرا بتخبرني إنه سالوني تركت البيت وهربت. أنت ليش ما خبرتيني؟ يعني شو كان بدك يعني قلك يا أختي يا مانو؟ هالغبية كان بدها تروح وراحت. طيب ليش صار هيك؟ اللي صار يا مرت أخي إنه هاد صديق طفولتها المغني الفنان صار معه حادث بمومباي، وهي راحت مشان تشوفه، نسيت هالغبية إنه نحن عيلتها وأهلها، لا سألتنا ولا خبرتنا ولا أخذت الإذن، تركت رسالة وراحت. دخيلك يا ربي، وينه أبوها؟ وين يعني؟ أكيد بيكون بغرفته، ليش بيهتم بالعيلة؟ أنت دائماً ما بتعجبك تصرفات هالرجال. أنا رايحة أشوفه، أكيد هو كمان متضايق. يا ربي دخيلك، ليش هيك؟ أنا كنت مقتنع كتير لو انقلبت الدنيا فوقاني تحتاني بنتي سالوني ما بتحطني بموقف يصغرني قدام العالم، بس فجأة هيك خنتي ثقتي فيكي، خليتيني اخجل وخبي وشي من العالم. سالوني شو صار؟ حكيتي مع أهلك؟ شو صار؟ بابا قال لي إنه أنا صغرته قدام العالم، وقال إني خنت ثقته فيني وإني خذلته، وقال لي أمي إني مالي رجع على البيت مرة تانية، قال إنه اعتبروني ميتة. لا تحكي هيك، الموضوع مو هيك، أحياناً الأهل بيحكوا حكي كتير قاسي بس بيكون لمصلحة أولادهم، يمكن عم يحكوا هيك بس بلسانهم مو بقلبهم. اتأكدي، ارجعي على البيت بسرعة، وهيك فجأة فوتي عليهم وكل شيء رح يكون بخير. بس أنا كيف بدي روح واتركني له هو بهالحالة أبجي؟ أنا هون وأنا رح خبرك بكل شيء رح يصير معه. إيه حبيبتي لازم ترجعي، بس ما بدي أعذار. خلص أنا آسفة سامر، بس ما بقدر.